والوقت بدأ يداهمنا، صحيح. فخلينا ناخذ كما وعدناهم، ناخذ من الأسئلة. في سؤال: هل يتأثر سعر الماس بالأزمات حاليا، مثل الأزمة التي نمر فيها حاليا؟ والله في بالنسبة للألماس زي الذهب زي هاي في بالأزمات، يعني يعتمد سعره على العرض والطلب، بس أنا قلت الألماس اللي في مواصفات معينة، يعني إذا ما نزل إذا ما طلع سعر ما ارتفع سعره ما ينزل محافظ. ليش؟ لأنه في هناك شركة لها أكثر من 120 سنة مسيطرة على الإنتاج العالمي، تقريبا كانوا مسيطرين 70%، الان ممكن نقول 50%، ومعروف الكل اللي اسمها دي بيرش، الانتاج العالمي هذا، تاخذ الانتاج وتنزله يعني على حسب طلب السوق، فتخلق توازن بين العرض وبين الطلب عشان لا ينهار السعر. هذا هو بالنسبه للالماس. يعني الالماس والشركات هذه يعني ميزانيات دول بعشرات المليارات، ولها باع طويل، نتكلم عن 120 سنة او حاجة زي كذا، ومحافظة على الألماس، وعنده استراتيجية، وعنده انه تتوازن بين العرض والطلب، وما تسمح انه الألماس ينهار او يطيح يعني بأي سبب كان. هذا هو جميل. طيب، في سؤال ثاني يقول: أستاذ نزار، هل من مبادئ أو نصائح أساسية للبدء في مجال تجارة واستثمار الألماس؟ استثمار الألماس كيف؟ يعني السؤال مو واضح. استثمار مال الألماس ممكن أتوقع إنه هو بيبدأ تجارة في الألماس، ممكن التجارة، يعني مش تعدين، مش ألماس سائب جملة أو تجارة الجملة. طبعا هذه كلها تبدأ يعني بعد الاستخارة، تبدأ إنه الواحد لازم يدرس السوق مضبوط ويعرف يحدد هو إيش يبغى، وتجارته موجهة لأي شريحة. لازم في دراسات تسويقية، ولازم بريفيسابيلتي يسوي دراسه جدوى مبدئيه، واذا كانت الارقام مشجعه يدخل في دراسه جدوى تفصيليه، ويسوي له بزنس بلان، ويستشير من هم اكثر خبره منه، ويتوكل على الله. بس عمليه الشراء، عمليه التصنيع، عمليه البيع، هذه تحتاج الى خبره ودرايه، ويبغى لها يعني معلومات. يعني الان احنا نقول كل واحد فتح له تجارة والله يرزق، يعني وكل واحد بيبيع، البيع سهل، يعني كل واحد بيبيع وهذه التجارة، لكن الشطارة فين؟ الشطارة في الشراء، فين تشتري مصادرك؟ تشتري مصادر أرخص، أو الربح صار الآن ظروف هذه، الربح صار في الشراء مش في البيع. يعني إن شاء الله تتحسن الأحوال، والله يرزق يعني الجميع، يوفق. جميل. تفضل. في سؤال من الأستاذ ظافر: هل أنتم مع الرأي الذي ينادي بإيجاد نظام براءة ملكية التصاميم والمنتجات الذهبية للحد من عمليات الغش والتقليد؟ وكيف تقيمون حملات توعية المواطن والمقيم لكي يتمكنوا من التمييز بين الألماس المغشوش والألماس الخالص؟ أولا تحية طيبة للأستاذ الإعلامي الكبير ظافر الدوسري، وعلى فكرة مسوي كتاب متخصص مهتم في مجال الذهب والمجوهرات، وقريبا سيصدر له كتاب جدا ممتاز فيه. أنا أحييه. أولا بالنسبة اللي هو تكلم هو عن حماية التصاميم، أو حماية التصاميم، صحيح. التصاميم في هيئة الملكية الفكرية، يعني يمكن قبل كم شهر عملت خبر أثلج صدورنا، وهذه كانت مطالبات من قبل 25 سنة. أنا كنت أكتب وأطالب إنه الحماية الفكرية للمنتجات أو الموديلات، أو فممكن أي واحد عنده موديل أو عنده تصميم مميز ممكن يتقدم إلى هيئة الملكية الفكرية ويسجلوا تحت نماذج صناعية، وموجود. وأي واحد عنده تصميم وفي أحد يعتدي عليه ممكن يتقدم أيضا إلى الهيئة، فيها غرامات، بس لازم يثبت أنه هذا التصميم تبعه. فالأمور مبشرة بخير، والأنظمة الحمد لله تكفل حقوق المصممين، فغالبا تندرج التصاميم الذهب والمجوهرات تحت الملكية الفكرية في النماذج الصناعية، تصميم المجوهرات.
وبالنسبة للتوعية بالألماس وهذا، والله يعني الواحد بيبذل جهده، ولازم تكون هناك عدة قنوات، ولازم تركيز مكثف لتوعية المستهلك الكريم عن الألماس والألماس الصناعي والذهب والعيارات والأشياء هذه. يعني احنا والله لا نألو جهدا، يعني انا استقبل اي استفسار، وكذلك اخواني في اللجنة، وكذلك في يعني يمكن يكونوا التجار يكونوا حريصين على هذا الجانب. يعني اليوم اللقاء في الغرفة التجارية في مكة مسماها الغرفة التجارية، لكن بالآخر هي غرفة تخدم التجارة، ومن خدمة التجارة توعية المستهلك. صحيح. اليوم احنا حريصين على هذا الشيء، ويمكن غرفة مكة الآن تقود المبادرة، يمكن أتوقع الحاضرين ومستقبلا في الدائرة المجاورات حنشوف الأستاذ أروى كثير في لقاءات كثير مع مجموعة من الضيوف لرفع مستوى ثقافة المستهلك، لتوضيح ما في هذا السوق من مزايا. ويمكن نشوف الأستاذ ظافر لما يصدر كتابه إن شاء الله تعالى، هو دائما قريبا كثير التراسل جزاه الله خير، جاي في البريد الناس اللي عليهم كثير، فإن شاء الله نشوفه في القريب العاجل معنا في غرفة مكة كمان. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في سؤال يقول ليش يتم اختيار الذهب ليتم دمجه مع الألماس؟ هل هناك يعني تقارب بين الحجرين؟ والله شوفي، بعد الذهب من وقت شو اسمه، يعني من الزمان البعيدة كانوا يستخدموا الذهب، والذهب جدا معدن مهم، في سواء في سواء يستخدمه كمخزون او انه كتغطية النقد او حاجة زي كذا. وعلى ما قالوا الذهب زينه وخزينه، ومن السهل ان الواحد لما يشتري ذهب يرجع يبيعه يقدر يلاقي كاش. الذهب نقدر نقول الغالي ما يتفق الا مع غالي، ايش رايك؟ الله، بالعكس، هذا الالماس غالي والذهب غالي، عادة ما يتفق الا مع غالي. في العصور السابقة كان الألماس يقلط أو يصاغ على البلاتين، على معدن البلاتين. البلاتين برضو معدن ثمين، معادن ثمينة، وكان جدا مناسب الألماس مع البلاتين، يعني يعطي له رهجة. لما صار فيه هناك كمان التقنية، صار الذهب يقدروا يطلوه إلكترونيا، يطلوه لونه أبيض، يطلوه بالروديوم أساس يركبوا الألماس، فاستخدموا الذهب في مع الأحجار الكريمة. في سؤال موجه لأستاذ نزار ومهندس عبد الغني، يعني ممكن إحنا نأخذه كخاتمة للقاء. يقول ممكن توجهوا لنا نصائح كمستهلكين وتجار بحكم خبرتكم الطويلة في سوق الذهب والمجوهرات؟ تفضل باش مهندس. على بعدك أكيد، أنت اليوم ضيفنا. لا 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 اليوم لا 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 لا. يعني يمكن أنا إجابة هذا السؤال دائما يمكن ذكرته في موضوع الفاتورة، ودائما أقول إنه تجارة الذهب درجة إنه هي تجارة معرفة ما بين العميل وما بين التاجر. فيمكن أستاذ نزار أكد كثير إنه دائما اختار التاجر اللي يكون معروف، اللي يكون مشهود له بالأمانة والصدق. وأغلب تجارنا وكل تجارنا إن شاء الله السعوديين فيهم الخير. الأمر الثاني، دائما احرص على إنك دائما التاجر كثير الإفصاح، هو إن شاء الله تعالى أكثر نفيا للجهالة عن العميل، وإنت هنا بتأخذ حاجة إنت عارف مصدرها. لا تقف عند النقاط الصغيرة، يعني دائما من المشاكل اللي يتعرضوا لها الناس في السوق إنه عميل يشتري من تاجر ويخرج يروح للتاجر اللي جنبه يقول له ترى أنا اشتريت بألف، ويرجع يقول والله قال لي 995 مثلا. دائما في البيع والشراء البيع بالخيار، إذا اتفقت مع التاجر وتوكلت على الله واشتريت، فأنت في هذه الحالة إن شاء الله تعالى إنك في يد أمينة. في حال حب لك رغبة في المكاسرة أو معاينة السوق، فأبواب السوق مفتوحة قدامك، عاين أكثر من محل، واختار التاجر اللي تثق فيه وتتعامل معه. لا تخرج بدون ما تعرف أنت إيش اشتريت، لا تخرج بدون ما تكون معك فاتورة. كل محل ذهب معلق سجل تجاري، معلق رخصة معادن ثمينة وأحجار كريمة، تأكد إنه هي موجودة. تعامل مع الناس بمصداقية عالية، شوف الذهب على الميزان، طالع كل محل ذهب فيه له موازين، والموازين عليها شاشات عشان تعرف وزن اللي أنت اشتريته. أعرف سعر الجرام وأعرف سعر الذهب، وبعد كذا توكل على الله عز وجل وثق
ثقة تامة هي المبدأ اللي احنا نقوله التاجر السعودي هو تاجر أمين، لأنه احنا ثقافة شعب نمتلك الوازع الديني والضمير. فبإذن الله تعالى أنك بيد أمينة، وإذا حصل خطأ وليس غش وإنما يعتد تكون خطأ، فثق أن وزارة التجارة حريصة على حمايتك، ثق أن التجار شيوخ الصاغة رؤساء اللجان في الغرف التجارية هم أيضا حريصين على حماية حقك، لأن سمعة المجال تهمهم. فدائما ما بين التاجر وما بين العميل أخطاء ومزايا، وإن شاء الله تعالى ما عندنا الغش، وأنا دائما أقول إن شاء الله الغش مش موجود في سوقنا، خوفا من الله عز وجل وحرصا على سمعة الوطن وسمعتنا كتجار. جميل، شكرا لك باشمهندس. الله يبارك. طبعا كلام المهندس عبد الغني جدا رائع واختصر وشرح تفصيل. انا كان في شغله انا اميل لها اللي هو جواهرجي العائله، زي طبيب العائله كان جواهرجي العائله. انا اعرف جواهرجيه جيل بعد جيل وما يشتروا لنا، يعني انا قصدي انه الواحد يحرص على الشراء من اسماء معروفه وموثوقه. يعني نعطي على سبيل المثال المهندس عبد الغني الصايغ ابا عن جد، واللي ما يعرف الاكسبريشن هذا دقه عبد الغني معروفه المنتج حقهم اي معروفه، فهو جد وعن ابا عن جد، والان الجيل الثالث اللي هم الله يعطيهم الصحه والعافيه، اسماء معروفه ومستحيل احد ممكن يمارس عليك ممارسات. لذلك الأماكن المزور والأسماء الغير معروفة والأسماء نفترض اللي لازم الواحد يدخل لأنه الناس معينين. التجارة رأس مالك هو سمعتك، هو أمانتك، وهذه تستمر أجيال. الفلوس تروح تيجي بس الثقة والسمعة وهذه راحت ما عاد ترجع. فيجب أنه الشراء من ناس معروفين، وزي ما ذكر الباشمهندس انه من حقه انه يعرف ايش اللي اشتراه، وانه الفاتوره مفصله يعني، ويقدر يروح يكاسر. ولو صار في مشكله او انه اشكل عليه شيء، في شيوخ الصاغه فيهم الخير والبركه يقدر يستانس برايه. يعني عندنا في الرياض الشيخ الصاغه فيصل الخميس الله يعطيه الصحه والعافيه، اما الواحد يروح له ما يقدر لانه دائما يلبي استشارات العملاء وغير العملاء في مكه في جده في كل المناطق الملك في شيخ صالح. هذه يعني من الاشياء اللي انصح انه الواحد يتبعها. جميل، اعتقد ان احنا كده وصلنا لنهايه لقائنا. شاكره لكم استاذ نزار مختار، وشاكره للمهندس عبد الغني الصائغ وكل القائمين على هذا اللقاء، ونلقاكم في لقاءات قريبه قادمه باذن الله. أنا أول أحب أشكركم جميعا، وأنا أعتذر يعني ضيق الوقت، وأتمنى أني ما أكون قصرت أني أعطي يعني معلومات كما يجب. وشكرا لغرفة مكة، وشكرا لكم، وشكرا للمهندس عبد الغني صاحب المبادرة، وإن شاء الله ربنا يجمعنا في أيام قادمة بإذن الله. وشكرا للحضور اللي تعنوا وحضروا من وقتهم. اكيد طبعا اللي احب اقوله انه نيابه عن تجار المعادن الثمينه والاحجار الكريمه، نيابه عن الحضور، انا اشكر غرفه مكه، اشكر الاستاذ هشام كعكي واعضاء مجلس الاداره على جهدهم، اشكر جميع العاملين في غرفه مكه. يعني انا لو شكرت الاستاذ اروى فقط اكون تنسيت عن الباقين، جزاهم الله خير جميعا، سواء الاستاذ هشام سواء جميع اللي عملوا في هذه اقامه هذا اللقاء اليوم. أشكر الأستاذ نزار، أشكر هذا الرجل اللي دائما حنفتخر به في جميع المعارض واللقاءات كقامة تمثل تجار الذهب والمجوهرات كخبير مجوهرات سعودي، وأشكر جميع الحضور. بإذن الله تعالى حريصين في لجنة المعادن الثمينة والحجارة الكريمة في غرفة مكة أنه إحنا نتجدد ونجدد اللقاءات، حريصين دائما أنه إحنا نقود دفة توعية المستهلك في مجال الذهب والمجوهرات على يد نخبة من التجار. غرفة مكة رمز من رموز الأداء والإبداع على مستوى الغرفة التجارية، وبإذن الله حيستمروا على هذا القدر. سامحونا على أي قصور، سامحونا إذا أطلنا في الحديث أو قصرنا في الحديث، ولكن اللي أقدر أقوله لن تكون الأخيرة، وإن شاء الله تعالى هي مستمرة بإذن الله تعالى. واليوم لقاء عن بعد بإذن الله، قريبا أستاذ نزار مختار يكون عندنا في مكة،
ونقدم لقاءات متتالية، وأشكر إن الجميع شاء الله. وأشكر الأستاذة أروى وأشكر الأستاذ نزار، وأسأل الله لكم الله التوفيق يسلمك. جميعا. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. شكرا لكم جمهورنا العزيز.